التقنية وهذا العلم المتطور، يعني احنا يفاجئنا انه لا تزال الاعداد في تصاعد، ما هو السبب برأيك؟ اعتقد هي اسباب متعددة، يعني السبب الرئيسي بالبداية عدم شفافية السلطات المسؤولة عن خطورة الفيروس، يمكن ما كان اكو تبادل معلومات ايضا، بالاضافة الى ذلك عدم وجود معلومات أكيدة عن الفيروس، عدم معرفة يعني العالم الصحي أو مثلا السلطات العليا يعني المنظمات الوبائية في أمريكا اللي هي CDC، عدم معرفتها بشكل جيد عن الفيروس. أيضا تخالف المعلومات، ناس تقول البس ماسك، ناس تقول لا تلبس ماسك، بالإضافة إلى انقسام الشعب الأمريكي نفسه عن تصديق أنه هذا الفيروس هل هو مؤامرة مثل ما ذكرتي، هل هذا الفيروس راح يعني يؤذي الشخص، يعني أكو أشياء. هاي إذا بأمريكا يفكرون بهالمنطق، لعد إحنا شلون راح نفكر؟ على العموم دكتورة، نعم تفضلي. نعم تفضل. يعني مرضى كثير مثلا يجوني للعياده يقول لي اساله ليش ما تلبس ماسك؟ طيب انا لابسه ماسك، انا اقيك انت، يعني لو كان عندي الفيروس. يقول لي هذا الفيروس ما موجود، هذا الفيروس احنا ما نصدق به. اساله عن اللقاح، هل مثلا اذا خلينا نقول اللقاح صار متوفر هل راح تاخذه؟ يقول لي لا، راح يحطون شيبس تحت الجلد والحكومه، يعني اكو تضارب بالمعلومات، اكو عدم تصديق. يعني كثير من الناس هنا مثل ما ذكرت بالولايات المتحدة مدى ياخذون الأمور بجدية أيضا. شنو السبب دكتورة؟ هل هو ضعف التوجيه؟ يعني شنو السبب الحقيقي برأيك أيضا؟ السبب لأنه أعتقد بالبداية مثل ما ذكرت ضربت المعلومات عن مصداقية مثلا هل هذا الفيروس هو فيروس حقيقي. أيضا أكو تهويل، قسم من الناس تعتقد أنه عدد الوفيات غير صحيح، ممكن يقول لك هذا ال200,000 اللي توفى مو كلياتهم من الكورونا. مثلا السياسة ممكن أيضا تستخدم الفيروس كعامل حتى تأثر على الناس. فالشخص الأمريكي يعتقد أنه عنده حرية شخصية غير مثلا دول ثانية، أنه هو إلى الحق أن يقرر هل هذا الفيروس حقيقي أو لا. غير ما كانت يمكن السلطات تقدر تفرض رأيها أكثر على الناس، ولكن الشعب الأمريكي نوعا ما يعتبر أنه هذه حرية شخصية. تمام دكتورة. طيب اختصاص حضرتك